إذا الأبواب المادية توصد تقلق أمام الإنسان، أكو باب آخر الأبواب المعنوية مشرعة على الدوم بالنسبة إلى المسلمين، ولا سيما أتباع مدرسة الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أنت إذا راجعت الطبيب وجاوبك ملاذك معاذك قبورهم صلوات الله وسلامه عليهم، قبل ليلتين وأنا طالع أشوف اللافتة مخليها عليمن على هالحديد، السياج الحديد اللي مخلينا دائر مدار العتبة الكاظمية، وواحد كاتب شكرا لك مولاي يا موسى بن جعفر أن رزقتني الذرية. هذا كأنهم راجع الأطباء وما ماخذ العلاج، جاي المن إلى اللي يقول عنه الشافعي قبر موسى بن جعفر ببغداد الترياق المجرب في قضاء الحوائج إلى الله تبارك وتعالى. ترياق مجرب ما قصده ذو حاجة إلا وقضى الله له حاجته. اعرف قدر المكان اللي أنت بيه، اعرف عظمة من أنت في جواره بأبي هو وأمي. اللهم لك الحمد أن وفقتنا أن نجاوره ولو في هذه الأيام وإن قلت، وفي هذه الساعات وإن ندرت.